في قرية ذيعين ما شاء الله تبارك الله. الكاذي ريحة فايحة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذه لقطة للأحباب في قرية ذيعين. وهذه موقف السيارات حديقة ذيعين. طبعا الدخول مجاني ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذه مزرعة قرية ذيعين. ما شاء الله تبارك الله. وهذا كافي وقهوة في قرية ذيعين. وهذا الكاذي من المزرعة مباشرة. وهذه الجلسة فوق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهذا متحف قرية ذيعين. أدلة ثانية في منطقة الباحة تعود للعصور الحجرية. راح نشوفها الآن على الصور اللي في عصور ما قبل الإسلام. يقول لك البحر لم تكن بمعزل عن النشاط السكاني، بل كانت واقع على طريق التجارة القديم، وكانت معبر للباحثين عن الصيد والغذاء. الثاني قبل الميلاد. القرن الثاني قبل الميلاد ما شاء الله. شقاع جنوب حافظ المحور. يعني فين جنوب؟ يعني هذه ألوان موجودة جوا البيوت. مين؟ إن شاء الله تبارك. وعندنا عن الطريق السريع يعني عمر الطريق في 440 استخدم هذا الضخام في توسعه الهرم. شوف حتى الجبال شايف من يكون الدور الاول لاصحاب المنزل، الدور الثاني لاصحاب المنزل، الدور الاول يكون المشي الاول. طبعا الحصول بين المنطقه اللي صار كلها مسمنه في الصيف